يحاول أهالي حيمس التمسك بالتقاليد والطقوس الرمضانية المتوارثة رغم ارتفاع الأسعار، فحلوى التمرية التي تختص بصناعتها المحافظة لا تغيب عن موائد الإفطار، فكما يقولون لا يحلو العيد إلا بوجود التمرية. التمرية هي أكلة حمصية يعني قديمة في العالم، كلنا بتحب إنه برمضان تمرية وتمر هندي وجلاب، أكلات شعبية ما فينا بلاها، تراث شعبي يعني مستحيل. التمرية بتعني لي حمص، يعني وقت بتذكر حمص بتذكر التمرية. أنا كنت بمصر، عشت 7-8 سنين بمصر، ومن الشغلات اللي رجعتني لحمص هي التمرية الحقيقة. هي أكلة تراثية من عادات أهل حمص الكرام. طبعا في أنواع منها، في بسادة وفي بعجوي وفي بأشطر. أكلة قديمة يعني معترف عليها ولا غنى عنها بعد الإفطار يعني، وطيبة وقديمة يعني عمرها شي 80 سنة. والله التمرية يعني أكلة تراثية وقديمة، يعني من قديم نحن ناكلها وبنعملها أحيانا على إيدنا وأحيانا نشتريها. يعود عمر التمرية إلى أكثر من 80 عاما، وهي حلوى حمصية بامتياز، وتطورت صناعتها عبر الزمن، وهي عبارة عن عجينة تمر بمراحل التسمين والسحب والتعبئة ثم القلي لتأخذ لونا ذهبيا، ثم التغطيس بالقطر، ومنها محشوة بالقشطة أو العجوة أو من دون حشوة. العجين طبعا معروف، طحين ومي وسكر وملح، عجين طبيعية، وبعدين بتنسحب تنحشى سمنة مشان تصير تمد مع الشغيل، بعدين بتنلف على شكل قطع حلزونية، ممكن انه نعبيها قطعة كاملة، ممكن انه نقصها لناخذ الحجم اللي بدنا اياه يعني منها. تعد التمرية من الحلويات الحمصية الشعبية الخاصة بمائدة الإفطار في شهر رمضان، ومن الصعب إيجادها في الأسواق في شهور أخرى. تعيش مدينة حمص أجواء رمضانية وتتزين أسواقها بالحلويات الرمضانية، ولعل أكلة التمرية هي أكثر الأكلات التي يقبل المواطنون على شرائها في الشهر الكريم. من حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.